الحاضرة بأول الأيام الخاصة أيضا بسباقات الهجن في جائزة زايد الكبرى، حيث أعلنت على بركة الله انطلاقة جديدة للشوط العاشر الخاص بالقعدان الحقائق، 4 كيلومترات تأتي مسافة الحقائق في صباح هذا اليوم، وتنطلق هذه الأعداد لتحقق نقطة ذهبية في هذه الجائزة الكبيرة. نسير مشاهدين الأعزاء لناتي بالوصف التفصيلي لما يدور من تحدي وتبادل مع المراكز المتقدمة صدارة هذا الشوط. والمركز الأول المفرق يأتي على المركز الأول، سعيد بن محمد بن هويمل العامري هو من يحتل الصدارة ويتواجد على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، الواضح مبارك بن سعيد بن مبارك المخيبي من يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتي أيضا غياث خليفة بن علي بن محمد بن لاحق الكتبي، ولكن دخول سريع، دخول سريع مشاهدينا الأعزاء من صاحب المركز الثالث إلى الثاني، هذا هو مجد سعيد بن راشد بن منينة الشامسي يتواجد في المركز الثاني. ننتقل إلى الخامس، حيث أيضا يأتي في المركز الخامس خلال هذا الانطلاق الشبابي سعيد بن سالم بن خلفان بن قرش الكتبي. المركز السادس هو أيضا هداد طارش بن علي بن مخيت المسافري يتواجد سادسا، والمركز السابع يحتله ايضا ادهم حمد بن عبد الله بن لويع العامري خذ المركز السابع. المركز الثامن دخول قوي ومثير من ايضا سياف حميد بن محمد بن دويس الشامسي، بينما المركز التاسع يتواجد في هذه الانطلاقه مذهل عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري خذ المركز التاسع. والمركز العاشر من الجانب الايمن ياتي ايضا العاصوف محمد بن سعود الحرسوسي يقدم انطلاقه ووجود العاصوف في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. هذه العشر المراكز المتقدمة من القعدان التي تتقدم هذا الكم والكيف من القعدان المشاركة في هذا الشوط، وبأعدادها الكبيرة التي حضرت في الوثبة، التي حضرت في أيضا جائزة زايد الكبرى لتاتي بالفوز والناموس. أبناء الخليج المتواجدين الحاضرين ليس فقط للمشاركة إنما للمتابعة. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى المركز الأول، من يتواجد لدى المقدمة؟ هذا غياث خليفة بن علي بن محمد بن لاحق الكتبي يتواجد على مقدمة هذا الشوط، بينما الواضح من الجانب الآخر مبارك بن سعيد بن مبارك المخيبي، تدخلات سريعة من النداوي سالم بن صالح بن طرشوم العامري يتدخل مع وجود النداوي مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، بينما مجد على المركز الثاني سعيد بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هذا الواضح مبارك بن سعيد بن مبارك المخيبي. المركز الرابع الحرسوسي من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات مع العاصوف محمد بن سعود الحرسوسي، يقير من الرابع إلى الثاني في هذا التبادل السريع ما بين القعدان المتقدمة، ولكن دخول قوي من سياف حميد بن محمد بن دويس الشامسي هو من تدخل على المركز الثالث. المركز الرابع وابل عبد الله بن مبارك بن قران المنصوري يصل إلى المركز الثالث، تبادل سريع ما بين الحين والآخر من القعدان المتقدمة. الكل شاف المنصة وبدأ ينطلق نقده، عبد الله بن سعيد بن ثابت الينيبي خذ المركز الرابع في هذه اللحظات، بالدويس في المركز الخامس. المركز السادس ياتي ايضا الشبابي سعيد بن سالم بن قرش الكتبي، ودخول سريع للقاية من انطلاقة عزة عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي يصل في هذه اللحظات، بن زيتون بن شامس اسماء قوية، شعار ممثل السلطنة ياهي شعارات قادمة من الصفوف الخلفية لمن الناموس في الأمتار الأخيرة. الله، هذا النداوي بن ترشوم بن ترشوم سالم بن صالح بن ترشوم العامري مع وجود النداوي على مقدمة هذا الشوط. الحرسوسي من الجانب الآخر بمحاولاته المستمرة القادم بها لتحقيق الفوز والانتصار، ولكن هذا الخطاف سيف بن محمد بن حمد الدرعي يصل في هذه اللحظات، بن زيتون بن زيتون بن زيتون بن زيتون قادم مع وجود مستحيل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقير إلى المقدمة، يقير إلى المركز الأول من خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير. ولكن شوف المركز الثاني،
حيث يتواجد الخطاف سيف بن محمد بن حمد الدرعي في المركز الثاني، ولكن بن زيتون، ولكن بن زيتون مع مستحيل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري لياتي ايضا من العين ومن آسف محقق الناموس هذا الشوط المجازف المجازف. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يختم نهاية هذا الشوط بوجود مستحيل المبدع في الامتار الاخيرة بانطلاقه، تهانينا والناموس. ثانيا الخطاب سيف بن محمد بن حمد الدرعي المركز الثالث. كان ايضا مشاهدينا الاعزاء وابل عبد الله بن مبارك بن قران المنصوري، رابعا سياف حميد بن محمد بن دويس الشامسي المركز الخامس. كان ايضا عز عبد الله بن علي بن سعيد الراحي احتل المركز الخامس. مستحيل بطل الشوط لياتي بامتاره الاخيره متدخلا ومختطفا ناموس هذا الشوط، مهديا ابو سعيد هذا الفوز والانتصار. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ياتي المجازف ليحمل السلام والتحيه من الوثبه الى مناسف من خلال ايضا فوز مستحيل ولحظه وصوله الى خط النهايه بتوقيته الزمني وفي الاعادتات بالتواقيت الزمنية للثلاث المراكز المتقدمة، حيث كان مستحيل مختطف الناموس هذا الشوط بتوقيته الزمني. مشاهدينا الأعزاء 5 دقائق 49 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الخطاف سيف بن محمد بن حمد الدرعي احتل المركز الثاني، حصل على المركز الثاني بتوقيت زمني 5 دقائق 50 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، بينما من وصل في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع كان أيضا وابل عبد الله بن مبارك بن قران المنصوري بتوقيت زمني 5 دقائق 52 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم.